السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اقول لكم على 12 نصيحة لتنظيم الحقيبة المدرسية، كلهم سهلين جدا، ويلا بينا نشوف الفيديو. هي ان احنا نستغل الجيوب اللي في الجناب دي، مثلا ممكن نحط في واحد المناديل والكحول والمعقم وكده، لكن انا ما بقولش كده خالص، لان كمان الكحول والمعقم بتاع الايد ممكن يتسرقوا، فالاحسن ان احنا بس نحط المناديل عشان نطلعها على طول لما نكون في الشارع. وطبعا الجيب التاني بنحط فيه الازازة بتاعة المية، وكده نكون استغلينا الجيب. برضو لو عايزين تحطهم حطهم، لكن انا بقول رأيي يعني عشان ما يتسرقوش. تاني حاجة هي الجيب التاني، طبعا هنحط فيه ازازة المية، لكن للأسف الشديد الازازة ما دخلتش فهحطها في كول باك، لكن في الاساس هنا بيتحط ازازة المية. تاني حاجة وهي الجيب اللي قدام ده، هقول لكم هنحط فيه ايه. مبدئيا هنحط فيه المفاتيح، لان طبعا بنبقى عايزين نطلعها على طول وكده عشان نفتح. دي اول حاجة هنحطها، بعديها هنحط كوينز وكده، هو ده مش اساسي قوي يعني، بس عشان لو مثلا بنصور ورق او كده يبقى معانا فلوس فكة وخلاص. بعديها هنحط الكروت، مثلا كروت المترو وكروت يعني وكده، وكمان طبعا هنحط المراية عشان بنطلعها كتير، فالحاجات اللي هنطلعها كتير يعني كلها هنحطها في الجيب اللي في الأول. طبعا ده مش أساسي يعني، كل واحد على حسب. تالت حاجة هي لو الشنطة بتاعتكم ما فيهاش جيوب كتير وكده، هتضطروا تجيبوا مثلا لو عندكم مقلمة قديمة تستغلوها، لو ما عندكوش مثلا يعني ممكن تصنعوا مقلمة او كده يعني، وكنت عاملة معاكم مقالم كتيرة عشان نحط فيها الكمامة، كمان نحط فيها كيس المناديل يعني هنلم فيها شوية حاجات كده، بس دي حاجات اساسية لازم تكون معانا. الوصلة بتاعت الكمامة لو انتم محجبين، لو مش محجبين مش هتاخدوا اكيد يعني وصلة الكمامة، ده على حسب يعني كل واحد. وزبدة الكاكاو اساسي طبعا هناخدها معانا، نحطها معاهم في نفس البوك او نفس المقلمة مثلا. بعديها هناخد الدبابيس، الدبابيس مش اساسي لو انتم مش محجبين، لو محجبين هتاخدوا دبابيس. انا طبعا معلماهم بالوش تاب عشان الاثنين عندي نفس الشكل، دبس الكاكاو والدبابيس. ولو مش محجبين هناخد توك او كليبسات يعني، وكمان هناخد بكرة خيط او مش بكرة خيط يعني ورقة، وحط فيها ابرة وخيط عشان لو اي حاجة اتقطعت في الشارع وكده. النصيحة اللي بعد كده هي ان احنا نرتب الكتب والكشاكيل حسب المواد اللي علينا او حسب الجدول بتاع الحصص، يعني مثلا الاول عندنا عربي، بعديها ماس، بعديها ساينس، يبقى هنرتبهم بالشكل ده. الاول هنحط الكتب والكشاكيل بتاعة العربي، بعديها هنحط مثلا الكتب والكشاكيل بتاعة الساينس، وهكذا. بجد يا جماعة الموضوع ده هيسهل علينا حاجات كتيرة جدا، عشان واحنا بنطلعهم نطلع على طول، بدل ما هنقعد ندور على كشكول العربي فين وكشكول الماس فين وكده، يبقى الموضوع ده اسهل بكتير. النصيحة اللي بعد كده وهي ليها دعوة بالفلوس، هي ان احنا ما نحطش الفلوس كلها في بوك واحد عشان ممكن يتسرق او اي حاجة تحصل يعني، فالاحسن ان احنا نحط الفلوس يعني نقسمها في الشنطة، ونحط فلوس في الجيب اللي قدام بس طبعا تبقى فلوس قليلة، ونحط ورا وكده عشان كمان ممكن ننسى البوك او اي حاجة هتحصل يعني احنا ما نعرفش ايه اللي هيحصل، فالاحسن ان احنا نقسم الفلوس في الشنطة يعني ما نحطهمش كلهم في مكان واحد. طبعا يا جماعة ما تركزوش في صوت القطط اللي ورايا ده، دي القطط دي مش عندي خالص والله. المهم يا جماعة دلوقتي هنرجع لموضوعنا الأساسي، هي ان احنا النصيحة اللي بعد كده يعني هي ان احنا ناخد كشكول زيادة معانا في الشنطة، او ناخد ورق فلوس كاب معانا. ليه هنعمل كده؟ عشان مثلا لو نسينا كشكول او نسينا اي حاجة يعني نكتبها فيه، بدل ما نقعد نقطع في ورق او كده. ولو معانا ورق فلوس كاب برضو هيبقى نفس الوضع، وكمان المدرس ممكن يقول ملحوظة مهمة او كده فنكتبها في الكشكول ده. النصيحة اللي بعد كده هي ان احنا ناخد معانا دباسة، عشان مثلا لو عندنا بحث كده او نسينا ندبسه يعني ندبسه الدباسة معانا في الشنطة، او ناخد ورق دبابيس برضو، الحاجات دي بجد هتنفعنا قوي. النصيحة اللي بعد كده هي ان احنا ناخد قلمين معانا زيادة يعني، عشان لو نسينا المقلمة لأي سبب في العالم يبقى معانا قلم، بدل ما نقعد بقى نستلف من اصحابنا وكده. الموضوع ده بجد هيبقى احسن بكتير، بس مش هنحطهم في المقلمة، هنحطهم في اي جيب في الشنطة. النصيحة اللي بعد كده وهي اخر نصيحة معانا، هي ان احنا لازم يكون معانا سناكس خفيف في اي حتة او في اي شنطة يعني، لازم تخلي معانا بسكوت او شوكولاتة او شوكوبون اي حاجة يعني، عشان ساعات بنبقى جعانين جدا وبنبقى عايزين ناكل اي حاجة. وبس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديو اول ما ينزل، وتابعوني على حسابي على الانستا، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس.
واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي.